مرحب بحضراتكم ونبتدي مع حضراتكم أهم العناوين. الأهلي يخوض مران المسائي اليوم استعدادا لعودة الدوري. الكاف يعلن المواعيد النهائية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية. فيفا يوافق على إقامة مباراة عالمية في مئوية اتحاد الكرة. اللجنة الخماسية بتعتمد التشكيل النهائي لجنة الحكام قبل عودة الدوري. الاتحاد الإنجليزي يفرض قواعد صعبة جديدة قبل الموسم الجديد. والنني بيدخل دائرة اهتمامات ترابزونسبور التركي، وتفاصيل الأخبار هنشوفها مع حضراتكم.